السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم على قناتي ازرع بإيدك وزين بيتك، وعلى الفيسبوك أيضا ازرع بإيدك وزين بيتك. وقبل ما نبدأ الفيديو ما ننسوش الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله بيته وصحبه وسلم أجمعين إلى يوم الدين. ما ننسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم إشعارات جديدة من الفيديوهات، وعمل لايك لتوسع انتشار الفيديو على منصة اليوتيوب والمشاركة مع الأصدقاء وشعار كل فيديو. يلا بينا نزرع. طريقة اليوم شرح على الترقيد الهوائي لشجرة البنجامينة الجولد، ومعنا البشمهندس محمد هيشرح لنا ازاي طريقة الترقيد الهوائي. اتفضل يا باشمهندس. اول حاجة بنبدأ نستخدم الاطرف او السكون الجيدة، بنبدأ نختارها علشان عملية الترقيد الهوائي، وبعد كده بيتم ازالة اللحاية بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده. ودلوقتي احنا هنوريكم عملي ازاي بيتم ازالة اللحاية. يلا. اول حاجة بيتم ازالة الاوراق الزايدة بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده، عن طريق او بواسطة قطر بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده. وبعد كده بيتم عملية ازالة اللحاء بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده. وده شكل اللحاء بعد إزالة الأوراق الزايدة من عليه، وشكله بعد تنظيف اللحاء من عليه. وبعد كده بيتم لفه بواسطة بطنس اللي هي التربة الخفيفة، وأفرخ بلاستيكية وسلك رباط بيتلف حواليه لتثبيت الأفرخ البلاستيكية، علشان تبدأ عملية التجدير في خلال 15 أو 20 يوم. وكده بيتم عملية إكسار الفيكس البنجميلة الجولد عن طريق التريد الهوائي. ده البطنس او التربة الخفيفة، والبطنس ده بيبقى بنجيبه من عند مستلزمات ادوات المشتل، بيبقى البطنس ده ناشف. بعد كده بنحط عليه مية علشان يرطب، بيبقى معنا بالشكل ده كده علشان ما بنستخدمش المية في خلال فترة التريد الهوائي خالص. وبعد كده بيبقى معانا افرخ بلاستيكيه بالشكل ده كده. وبعد كده بيتم وضع البطنس على الفرخ البلاستيك بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده، وبيتم عمليه لف اللحاء بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده، او الاغصان اللي احنا اخترناها لعمليه الترقيد الهوائي. وبعد كده بيتم لفها بسلك، ده سلك رباط، بيتم لفها بسلك الرباط بالشكل ده كده، حفاظا عليه من الهواء والحشرات علشان يتم عملية التجدير بشكل جيد. طيب بالنسبة باشمهندس محمد، مدة التجدير والشهر اللي بيتم فيه الترقيد الهوائي للبنجامينة الجولد، الأشهر اللي بيتم فيها عملية الترقيد الهوائي هي الأشهر ما بين شهر 6 لحد شهر 10، اللي هي من أواخر فصل الربيع حتى اوائل فصل الخريف. وبيتم التجدير داخل الفرخ البلاستيك ده في خلال من 15 ل 20 يوم، وده على حسب البيئه او على حسب المناخ الموجود معانا. يعني لو الجو حر بيتم التجدير في خلال 15 يوم، الجو لو فيه شمس شبه ظليله بيتم التجدير من 20 ل 25 يوم. تمام. الله ينور عليك يا باشمهندس. وديت شجره البنجامينه الزرقاء، برضك عامل لها مجموعة في المشتل. لو في أي سؤال أو أي استفسار ياريت تكتبوا لي في التعليقات وهرد عليكم على طول. وده كان شرح عملي على الترقيد الهوائي لشجرة البنجامينة الجولد أو البنجامينة الزرقاء، مع تحياتي أبو ياسر ومتشكرين جدا باشمهندس محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه القناة مخصصة في جمع المعلومات عن النباتات الزينة الداخلية والخارجية ومعرفة تكاثرها.